حصل ايه؟ البي من اول يوم سايبني ورايح لواحده تانية. خضتيني، افتكرت في حاجه. هو كده مفيش حاجه؟ عادي يعني، ما احنا عارفين كده من قبل ما اتجوزك. الجديد بس مش للدرجه دي، مش بالسفاله دي. عارف انك عرفتي ولا كأن حاجه حصلت، ولو سألك جيتي ليه قولي لماما سمعت صوتها تعبانه شويه فاطمنت عليها. ماما انا مش طايقه نفسي، ولو عليا عايزه امسكه بايديا دول واقتله. تقتلي ايه وبتاع ايه؟ ما يعرف واحده ولا مية حتى، احنا اللي يهمنا اللي وراه. ليه هو كان ماسك عليا زله مثلا؟ عادي يعني، كل الرجاله كده. هتقولي له انا زعلانه ومتضايقه واللي عملته ده شيء شنيع وما ينفعش، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هتطلق. هتكسبي ايه من ورا الطلاق؟ مش هسيب حقي. اللي هتاخديه من الجوازه اكتر بكتير من اللي هتاخديه من ورا الطلاق. عزت باشا مبسوط منك قوي. ولما هو مبسوط مني قوي ليه مش عايز يشوفني لغايه دلوقتي؟ يعني انت لسه ما بينتش اماره. الله، ازاي يا معلم تقول كده؟ ازاي تقول ما بينتش اماره؟ ده انا جايب الفلوس قبل ميعادها. لا، الاماره في التوزيع، يعني اللي تاخده هتبيعه في قد ايه؟ احنا نحب الميه تجري على طول. الميه هتجري على طول ان شاء الله. اما نشوف. عموما انا كلمت متولي وفهمته على الفول، بس حابب اعيد الكلام معاك عشان انا عايز الكلام يبقى مني ليك على طول. الواد متولي جدع وكل حاجه، بس انت دخلت دماغي. ليأخد اكتر من شريتين من دول بالنسبة لنا تاجر جملة، يعني تسجل اسم. ماشي يا عسل؟ اشطب العسل يا معلم. حباية بخمسة، الشريط بخمسين، في القطاعي الحباية بعشرة والشريط بمية. والتوزيع يا معلم؟ صعيد مالكش دعوة بيه خالص، ده مقفول ومتكرتم على أصحابه. بالنسبة للبحري بقى أنا هفهمك تعمل إيه. يا معلم أنا عايز أبقى شغال براحتي، أنا عايز أوزع في المكان اللي يعجبني. لا، أنت فاكر الحكاية كده بالمزاج وسهلة ولا إيه؟ إهدى بس أنت كده. إمسك يا أحمد. خد الحتة دي وبقول لي رأيك. من يد من إعدام هش يا معلم. حاجة علاجة. خليه يخش. لا تمام. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بلح. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت؟ الواد ده سرقني يا باشا. نفسي يا ايدك، انت بتعمل ايه؟ يا ابني عارف انك ترفع مسدسك هنا؟ دي ليها حساب تاني معايا يا بلح. يا باشا انت بتعرف ولا كلمة؟ اقعد يا بلح. حاضر يا باشا، حاضر. اقعد يا احمد. استغفر الله. اتفضل. عشان نخلص من الليلة دي لازم النفوس تتصافى. ما تنسوش ان احنا عيلة واحدة. مش هعرف ان بلح شغال معاك يا معلم. بلح شغال نقال مش اكتر. وبعدين بيقول انك سرقت. ما حصلش يا كبير. لا حصل. يعني يا معلم يعني ياخدنا مشوار من غير ما يقول لنا اوله من اخره؟ ياخدنا على عمانه كده يا معلم؟ ده كان هيلبسنا. عندك حق يا معلم، ده احنا لو عملنا قعده عرب ده ناخد اكتر من اللي انا خدته منه. بس انت خدت حقك بطريقه مش مرضيه. اعمل ايه يعني يا معلم؟ اعمل ايه؟ كان واخدنا على عمانه، كان فاكرنا لقمه سهله. وانت يا بلح يا باشا الواد ده ما يضمنش وشغله معانا خطر. ده معفن قوي يا باشا. اسكت انت خالص. خلاص. وانت يا احمد قوم انت دلوقتي وانا هتصل بيك واقول لك هتستلم ازاي وتوزع ازاي. اتفضل يا احمد. يا باشا ولا كلمه. اما عيل زي ده يلدعك على قفاك يبقى لازم تاخد القفا كله عشان تفوق وتصحصح. بعدين انا محتاج له. انا هبني يا باشا، انا هبني. كنت عيب عليك تقول كلام زي ده يا بلح، انت عبيط ولا ايه؟ انت عارف ان خروجه من السجن سليم في مصلحته مش في مصلحتك انت. بعدين عزت باشا بقى قال لي بلح ده ما يلزمناش في الشغل، بس انا اتحايلت عليه وقلت له يديك فرصه تانيه. ايه الاخبار؟
وعارفة كويس قوي أنا بقول إيه. حنان ابعتي له لؤي بسرعة. أستاذ لؤي، أستاذ مدحت عايزك بسرعة لو سمحت. امشي اطلعي برا وخليك على مكتبك. يلا لؤي، البنت اللي اسمها مروه دي ما اشوفش وشها في الشركه هنا تاني، انت فاهم؟ تحت امرك. وعايزها تتبهدل وتيجي لحد مكتبي هنا وتقول حق برقبتي. ايه ده بس سعادتك، ايه ده بس، ايه اللي حصل؟ انا سيبني وتمشي من غير ما تقول؟ انا اتعلي؟ لا. طب ممكن تهدى؟ تهدى وكل شيء هيتحل. تعمل اللي بقول لك عليه. يا باشا مروه دي بنت غلبانه واكيد هتعرف غلطها وتيجي تعتذر لسعادتك. قلت لك تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. اهي يا ريماس، تعالي لي في مكتب مدحت بيه حالا. هو ايه اللي حصل؟ انت مش ملاحظه انك بقيتي تسالي كتير؟ انا اسفه. اتصلي لي بنت صاحبتك دي خليها تتكلمني دلوقتي. هاي. اهلا اهلا يا ريماس. انا كلمت الاستاذ مدحت عشان تبقي معانا في العرض الجديد. ايه ده بجد؟ ميرسي. يلا خش اشكريه بنفسك. اوكي ثانك يو. مع الف سلام. باي باي يا روحي. اقفلي الباب كويس يا ريماس. أظن واضح إن ريماس دلوقتي في الاجتماع عشان تعرف الأمور بتاعة العرض اللي جاي. مش عايزين تليفونات، مش عايزين مقابلات، مش عايزين إنهم فاتحين الباب. وآه سوري ما خدتش بالي والجو الرخيص بتاعكوا ده. ماشي يا حبيبتي؟ سي يو. يخرب بيتك يا لولو. إيه اللي حصل؟ عملت محضر. بس انا شايفه ان يعني ده صعب قوي على الطفل وعلى نفسيته. وصعب عليا انا كمان. بس انا من حق اشوف ابني، من حق اشوفه حتى لو مره واحده في الاسبوع. وحقك فعلا، بس مفيش اي حل غير ده؟ لا مفيش. مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه، انا كويس، تعبان شويه بس. طيب تحب نروح في حته يعني نقعد فيها تستريح شويه؟ ماشي. تعالى نشرب حاجة دافية كده وهدي نفسك. ان شاء الله كل حاجة تتحل. يا رب. يا باشا أنا عايز أقول لسعادتك إن اللي بيحصل ده حرام. البني أنت تروح فين يا أخي؟ ده قانون وإحنا بننفذ القانون. أيوه بس الرحمة فوق القانون، ما تدوهم فرصة. أنا آسف جدا، ده مش اختصاصي. استغفر الله العظيم. في إيه؟ لا مفيش، بس هما أصلهم شمعوا الشقة بتاعتكم عشان الفلوس اللي عليكم للبنك يعني. نعم. وبعدين هو ايه اللي مفيش رحمه؟ الله يرحمك يا حاج عبد العزيز، المفروض كان اعمل حساب اليوم ده. كاميليا انت على طول قافله تليفونك كده. مالك؟ لا مفيش، بس مش عارف تعبان شويه كده. طب تحب اروحك؟ لا انا بقى كويس، انا عارف نفسي. مجدي حاول تحل المسألة دي يعني مع ابنك ومراتك بعيداً عن المحاكم والإقسام. حاولت وما نفعش والله. طب ما تحاول تاني. انت ما تعرفيش انا عملت ايه علشان انجح العلاقة دي. وبعدين انت ما تعرفيش هي سابتني ليه. يعني لو حابب تقول قول. اتفضل. بقولك ايه؟ ايوه. اي حد يسال عليا يقول لهم انا مش موجوده. تحت امرك. خلاص امشي انت. شكرا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ امر حضرتك. ايه ده؟ هو في حاجه غلط؟ هو في حاجه صح؟ مين اللي قالك ان البضاعه تخرج بالسعر ده؟ استاذ مروان والله. هو فين؟ في مكتبه. انتوا مالكوا في ايه؟ كل واحد يقعد على مكتبه. الله، دي حاجه حلوه قوي والله. اجيب لكم اتنين ليمون وشجره عشان القعده تبقى مور رومانتك. اي تاني.
ملوش لازمه الكلام ده. لا له لازمه، له لازمه اني لو غبت عن الشركه يوم واحد الدنيا بتتقلب. هو انت رجعتي بسرعه كده ليه؟ هو في حد في الدنيا ينزل تاني يوم جواز؟ لا معلش والله دي حاجه تخصني مالكش فيها. ممكن افهم ايه ده؟ انا فاكرك جايه عشان تشكريني. اشكرك على ايه بقى؟ معلش اختك عصبيه اصلها مش واخده بالها. على فكره الخصم ده معمول عشان خاطرك انت. ازاي يعني؟ ما البضاعه دي طالعه لمنى اختك، وانا مستحيل اعمل الخصم ده الا لحد يعني مهم قوي زيك او زي ميرا طبعا. طب الموضوع ده هيتلغي ليه يا ايت؟ عشان الشركه ليها قوانينها، ليها سياسه كل لازم يمشي عليه، واللي حصل ده مش مظبوط. ايوه بس هي هتبيع بنفس سعر الشركه. بس احنا عندنا مندوبنا وعندنا منافذ البيع بتاعتنا، مش محتاجين اي حد والله. ايوه بس دي اختك على فكره. بقول لك ايه، انا ماليش اخوات، وانتي لو ما بطلتيش النغمه دي اعتبري نفسك انتي كمان مش اختي. على فكره بقى، اختك دي لو ما لقيتش حد تكرهه هتكره نفسها. وعامل ايه دلوقتي؟ هو كويس الحمد لله دلوقتي. طب هو ايه اللي حصل؟